شكرا لك رندا. أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الأخبار. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدات يارين والجبين وطير حرفة ورامية وبلاط. في المقابل تم استهداف موقع العباد الإسرائيلي بصاروخ موجه أطلق من لبنان. المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرانتسكا أعلنت بعد اجتماعها مع الرئيس نجيب ميقاتي أن مجلس الأمن الدولي سيعقد في 22 من الشهر الحالي جلسة بشأن القرار 1701 وضرورة تطبيقه على أرض الواقع. تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لمحاولات قوات الاحتلال التوغل البري في قطاع غزة، حيث تشهد العديد من المحاور اشتباكات عنيفة. وقد أفشل المقاومون محاولات تقدم إسرائيلية في بيت حانون وحي الزيتون، وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك وأليتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذائف الياسين 105. من ناحيتها أكدت سراي القدس أن قوات النخبة في السراي تشتبك مع قوى راجلة من العدو بعد تقدم قوى مركبة مؤللة من 6 آليات ميركافا و4 جرافات شرق خان يونس. إلى هذا أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى جنود الاحتلال في الاشتباكات بقطاع غزة إلى 17 بين جندي وضابط بعد مقتل جندي من كتيبة 7007. في غضون ذلك أعلن إعلام العدو مقتل جندي إسرائيلي بعد تعرض سيارته لإطلاق نار قرب بيت وليد شرق تول كرم، وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت حملة بحث عن المنفذين في محيط شافي شمرون. من جهة أخرى استشهد شابان فلسطينيان خلال مواجهات دارت مع قوات الاحتلال في البيرة وثالث في قلقيلية، وارتقى رابع متأثرا بإصابته خلال مواجهات نصرة لغزة قرب نابلس قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 من الشهر الماضي إلى 134 شهيدا. وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز. عودة للزميلة رندا منصور وحوارها.